برضو ان احنا بدأناه بالشراكة مع الاستاذ ياسر عبد الغني واحد شركات التليكوم الكبرى في مصر. هنكون فريق من السكاوتس من الكشافين دارسين سكاوتس دارسين ازاي ان هم يكتشفوا او ان هم يعرفوا مين اللعيبه اللي تقدر تلعب في اوروبا، وهنبتدي نلف بيهم المحافظات ونلف بيهم على المباريات في الانديه عشان نعرف مين اللي يقدر ان احنا نقدر ان احنا نشتغل معاهم. طيب في جزء مهم جدا عندنا مشكله كبيره جدا يا كابتن حازم، ان عندنا في لعيبه كتير جدا بتعتزل وللاسف الاجيال لوست مش عارفين يشتغلوا ايه، يقعدوا سنتين ثلاثه هبقى رحنا اتكلمنا واحنا بسبب التعاقد مع احدى الاتحادات الاوروبيه ان هم هيجوا هنا مصر مرتين في السنه هيدوا كوتش ماتشز وبورسز للمدربين بتوعنا. وحضراتكم عارفين ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان احنا عندنا مدربين عندهم الاراده وعايزين يتعلموا وعايزين يعملوا كل حاجه مش قايلين التولز مش قايلين الادوات ازاي يتعلموا. هنجيب لهم الناس دول مصر ولسه كنت بتكلم على كابتن حازم الكلام اللي هم بيقولوا لي ان هم هيدوا اوفيشال سيرتيفيكت بالكورسز دي، ودي لسه حاجه معاها مع كابتن حازم وهنحاول ان احنا نبحثها وازاي ان احنا برضه نعمل البروجكت ده عبر اتحاد الكوره وعبر وزاره الشباب والرياضه، لان عمرنا ما هنعرف نعمل حاجه لوحدنا. لكن اتمنى ان احنا نفتح اخبار اسف افكار نقدر ان احنا نكون شغاله مع بعض. مسكونا شيتس مروان الجبريلي اللي هو اللي ماسكها طبعا الهيد اوف بزنس ديفلوبمنت، مروان اللي قاعد حاطط في ميتنجز مع جامعات في امريكا وفي انجلترا وفي مدارس ان الشباب اللي مش موهوبين قوي لكن يقدروا ان هم يخرجوا بره مصر ويحصلوا على منح دراسيه، احنا هنساعدهم ان هم يحصلوا على المنح الدراسيه. وازاي ان احنا عندنا 25 مليون كده تعليم ما قبل جامعي و3 مليون و1 10 تعليم جامعي اللي هو العمق اللي ممكن احنا نشتغل عليه. طيب ما احنا الكره زمان كانت تلفزيون صغير وراديو اجيالنا، يعني انا في حياتي وانا صغير وفي الكبار نسمع تحليل استاذ فهمي عمر للمباريات او انت بتلعب شايف، لكن الكوميونيكيشن سكيلز كانت حاجه صغيره وكان بقدره الكشاف هو اللي لازم يروح يشوف. فحتى لما نيجي نقول هو فين الكشاف في طرق ثانيه اختلفت كثيره جدا. ما هو بقى فيه الفيديو ماجيك اناليسيس اللي بيحلل كل واحد بيلعب واقدر كمان احلله بالطاقه الحراريه واشوف الفايتال كاباسيتي بتاعته بتروح فين واقدر احدد المجهود بتاعته الافشنسي فيسيولوجي بتاعته رايحه ازاي واقدر اقيس حاجات كثيره جدا. وكمان كابتن ميمي بيتكلم عن حاجه بنسميها بايوميكانيك. البايوميكانكس ده احد العلوم اللي بتحدد من سن صغير كل مهاره بتحللها، وفي ادفانس ساينسز ان هو بقى موجود اقدر اصور في ثواني عدد كبير جدا واقيس مركز الثقل واقيس المهاره مركز الثقل فين والمفروض افضل يعني افضل لغايه لما اوصلها ادرب عليها ازاي. دي كلها علوم بتاعتنا بنعرف نشتغل بيها كويس جدا. عشان كده عملنا فكره المشروع القومي للموهبه ان احنا بننزل مصر كلها وعملنا لجنه علميه من اساتذه متخصصين وخبراء مع الاتحادات ننزل ننقي الاولاد دول ونشوف ما بيلعبش حاجه خالص والعمر السني يتوافق ونصنفهم من الناحيه القياسات الفسيولوجيه وكمان قياسات الدم. اللاعب عنده او حد عنده مهاره بس عنده نينجا مثلا او عنده حاجه بنعرف الكلام ده. قعدت استعيد لان ما استفدتش في الموضوع. ماسك روزه تفهم القانون في اللجنه الاستشاريه